برضه فرصة الناس تستفيد. يعني الكوميونيكيشن يكون عامل ازاي؟ ايه الكوميونيكيشن ايرورز او الاخطاء اللي في التواصل اللي بتبقى دايما معمولة ما بين الراجل والست في مجتمعنا المصري؟ اول حاجه لازم يبقى فيه احنا الاثنين هنموت على بعض، هو مش هيموت عليكي، اديله مساحه ياخد وقت يفكر، عايزك هيرجعلك، مش عايزك هيبعد، سيبيه يبعد، اصله هيبعد هيبعد، ما بعدش دلوقتي لو ضغطتي وكملتي برضه هيبعد. ان هو بيبعد معناها ان هو في حاجه جواه قلقان منك، مش مقتنع بالكامل، بيقارنك بحد تاني، في حاجة جواه. اوكي، لا سيبي اللي عايز يبعد يبعد. احنا بنعمل ايه؟ نتصل 50 مرة وما بيردش، نبدأ نبعت مسجات، انت بتكرهني، انت مبقتش تحبني، انا ما بقتش غالي عندك، هو انت بتعمل معايا كده ليه، انت بتقللي من قيمتك، مفيش الكلام ده، الحاجات دي بتتسألش، يعني تجاهلك تجاهليه او اهملك اهمليه. اوكي، ليه؟ عشان كرامتك وعشان قيمتك، هو لو عايزك هو اللي هيظهر لك ان هو هيموت عليكي. اوكي، بعد اديله المساحه دي، خصوصا الرجاله فعلا بيبقى عندهم الرغبه دي انهم عايزين ياخدوا مساحتهم. احيانا بيبقوا في علاقه قديمه ولسه في مقارنات، فلما انت بتبقى تديله المساحه دي بيفكر فيكي بطريقه احسن وانضج، ممكن تلاقيه هو يرجع لك تاني. لكن ان انا افضل اتابع واتكلم وواتساب والصور وعيط وانا هنتحر وانا هيحصل لي حاجه، ولو قال لك مشغول تقول له بس انت كنت اونلاين مثلا. غلط. غلط. ولا اونلاين ولا مش اونلاين، ما هو لو عايزك هو اللي هيبين ده. اوكي، ما بقولش حاجه خلاص، ولو قلت هقولها مره ابين له ان انا باخد بالي من الحاجات دي، لكن ما اقعدش بقى كل يوم اصل انت اونلاين اصل خلاص. طب احنا بنتكلم حاليا كبنات او كستات، كرجاله بقى يعني يعملوا ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي لو شافوها انه لا خلاص يعني بالعكس؟ في بنات كتير بتبقى برضو اللي هي ايه، تيجي مثلا على الساعه 9 10 بالليل، مش بشكك الولاد والله اللي مرتبطين بيهم، بس ده بيحصل كتير، بتكون لسه علاقه بحد تاني او معاها كذا حد ومش مطمنه لده قوي، يعني مثلا حاطه كذا اوبشن جنب بعض، يعني انا 10 بالليل فاتحه كذا باب، انا بنام، وتلاقي في علاقات تانية، انت شكيت او انت لقيت حاجة شفتها بعينيك ما تكملش. انت مش مستحوذ عليها من جوه. طب ايه الاخطاء اللي بيعملها الراجل في العلاقة يخلي الست تهرب منه؟ كتير بقى، كتير. اهملها ده اهم حاجة. اوكي؟ بتكلمي في الخطوبة الاول عشان نحدد ولا بعد الجواز؟ لا قبل، في الخطوبة. لا الجواز يعني لا ميلو. خلينا قبل الجواز. قبل الجواز. ميلو. لا قبل الجواز الاهمال طبعا، لو بخيل، لو غلط، لو مش واضح وغامض، تخليها تقلق منه، حتى لو بتحبه بتخاف منه، لو ايديه طويله مثلا، مد ايديه طويله ده منفر خلاص، انا ما اعرفش اللي تقبل على نفسها حاجه زي كده، ده موضوع صعب. لا في ناس كتير قوي على فكره ما عندهاش كرامه في الحته دي الحقيقه. بصي، عشان بس ما نجرحش حد بالكلام ده او نقول ما عندوش كرامه، في ستات ما وقفتش يعني كده تحس انها جامده من جوه، صح،